السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السابع. اليوم إن شاء الله درسنا راح تكون عن شرح قصيدة، تندرج هالقصيدة تحت المحفوظات. طبعا المحفوظات يا سابع زي ما تعودنا يعني مطلوب منك حفظ الأبيات. الآن عشان يسهل علي حفظ الأبيات شو راح أعمل؟ راح أنسخ الأبيات. طبعا النسخ له دور في الحفظ، وكثرة التكرار والقراءة بتساعدك على حفظ إيش؟ على حفظ الأبيات إن شاء الله. هسه بس ناخذ تحليل القصيدة نحللها ونفهم المعاني الصعبة ونوضح الأفكار، ومع التكرار راح يسهل عليك حفظ القصيدة. خلينا الآن مع بعض افتحوا لي صفحة 49، خلينا نقرأ الأبيات. هذه بلادي للشاعر حبيب الزيودي. سكبت أجمل شعري في مغانيها، لا كنت يا شعر لي إن لم تكن فيها. هذه بلادي ولا طول يطاولها في ساحة المجد أو نجم يدانيها. ومهرة العرب الأحرار لو عطشت نصب من دمنا ماء ونرويها. يا أيها الشعر كن نخلا يضللها، وكن أمانا وحبا في لياليها. وأيها الوطن الممتد في دمنا حبا أعز من الدنيا وما فيها. بغير كعبتك الشماء ما وقفت هذه القصائد أو طافت معانيها. هذه صفاتك إني إذ أعددها على الأنام فإني لست أحصيها. هذه بلادي بها الأحرار قد طلعوا أقمار حق أضاءت في دياجيها. الآن خليك معي عز الطالب. الآن العنوان، شو العنوان؟ هذه بلادي. طبعا معناته راح نفهم انه القصيدة بتندرج تحت الشعر ايش؟ تحت الشعر الوطني، يعني قصيدة في مدح الوطن. الآن لما نحكي هذه بلادي، طبعا هذه هي اسم إشارة لمين؟ للقريب يا سابع. هذه اسم إشارة للقريب، زي هذه، بس انه هذه دلالة على التقريب، على يعني البلد وطنه قريب من قلبه. بلادي، بلادي مين؟ أنا. طبعا هيا ايش يا سابع؟ اخذنا في الضمائر ياء المتكلم، قلنا ياء المتكلم اذا اتصلت مع اسم راح تكون تندرج من ضمائر الجر، وراح تكون في محل جر ايش؟ مضاف اليه، ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه، لانها جاءت مع مين؟ مع اسم. يلا. سكبت اجمل شعري في مغانيها، لا كنت يا شعري ان لم تكن فيها. الشاعر بيحكي أنا كتبت أجمل الشعر اللي كتبته كان في إيش؟ كان في وصف الوطن. أجمل الشعر، يرى الشاعر أنه أجمل شعر كتبه هو الشعر اللي كتبه في وصف الوطن. لا كنت يا شعر لي إن لم تكن فيها، أنه الشاعر ما بيعتبر الشعر شعرا إذا ما كان في حب الوطن. يعني عنده الشعر إذا لم يكتب في حب الوطن معناته ما بيعتبره إيش؟ ما بيعتبره شعر. طب الآن راح نشوف شو معنى سكبته، وليش الشاعر اختار كلمة سكبته، وشو دلالتها. الآن معنى سكبته بمعنى كتبته. مغانيها، مغانيها يعني الوطن الذي لا يستغنى عنه. لا يستغنى عنه. طيب الآن الشاعر استخدم كلمة سكبت. احنا دائما نسكب ايش؟ نصب الماء، نسكب الماء. طيب ليش الشاعر استخدم سكبت للشعر؟ الآن الشاعر بقصد في كلمة سكبت، صور سهولة كتابة الشعر في وصف الوطن زي سهولة ايش؟ انسكاب الماء. لما انت تسكب الماء مش سهل؟ سهل الامر عليك، صح ولا لا؟ الان هاي السهولة اللي هي في انسكاب الماء نفسها السهولة عند الشعر اللي مكتوب من اجل ايش؟ من اجل الوطن. واستخدم كلمة مغانيها لانه طبعا مغانيها الوطن، ما حدا بيقدر يستغني عن وطنه، انه المغاني المكان الذي لا يمكن ان تستغني ايش؟ ان تستغني عنه. خلينا ناخذ شرح البيت الأول، واضح صح يا طلاب؟ واضح معنا البيت الأول؟ راح نكتب شرحه ونكتب دلالات الألفاظ تحتي. يصف الشاعر
سهولة كتابة الشعر في وصف الوطن، وأنه لا يعتبر الشعر شعرا إلا إذا كان في حب الوطن. الآن يا سابع، في عندي هون صورة فنية في البيت، طبعا الصورة الفنية اللي هي في كلمة إيش؟ في كلمة سكبت. صور الشاعر سهولة كتابة الشعر في وصف الوطن مثل سهولة انسكاب الماء. الآن راح ننتقل إلى البيت الثاني. الآن خلينا نشوف البيت الثاني. هذه بلادي ولا طول يطاولها في ساحة المجد أو نجم يدانيها. الآن الشاعر يرى أنه بلاده ما في أي بلد يصل لمستوى وطني وفخرها، يعني أي بلد من المستحيل أنها توصل لمستوى بلادي وفخرها في المجد والرفعة. راح نأخذ معنا طول القدرة أو نجم يدانيها، معنى يدانيها يماثلها أو يساويها. طيب الآن الهاء في يطاولها ويدانيها، طبعا هاء الغائب وهو ضمير متصل عائد على مين؟ على بلاد الشاعر. الهاء عائد على بلاد مين؟ على بلاد الشاعر. طيب إذا شرح البيت الثاني. لا أحد يصل لمستوى وطني في مجدها وفخرها. طب الآن لما حكى الشاعر في ساحة المجد، الآن هون عندي في صورة فنية سابع، صور شبه الشاعر بلاده بإنسان له مجد ورفعة. إذا الصورة الفنية في هاي البيت، بإنسان صاحب مجد وإيش؟ ورفعة. خلينا ننتقل للبيت الثالث. ومهرة العرب الأحرار لو عطشت نصب من دمنا ماء ونرويها. الآن الشاعر بحكي مهرة العرب الأحرار. ليش رمز بمهرة العرب الأحرار؟ الآن رمز الشاعر لمهرة بالثورة العربية الكبرى، رمز إلها مهرة العرب الأحرار بالثورة العربية الكبرى. إننا نحن نكتب معنا مهرة العربي الأحرار، رمز إلها في الثورة العربية الكبرى. الآن الشاعر بيحكي إنه الثورة العربية الكبرى لو احتاجتنا ونادتنا راح نروح ونرويها إيش؟ بدمائنا. راح نصب دمائنا ونرويها لمين؟ للثورة العربية الكبرى. معناته هون عندي يا سابع في تشبيه. الآن المهرة اللي هي الفرس لما تعطش تشرب ماء، صح؟ مش نرويها ماء. نفس الشيء الآن شبه الشاعر الثورة العربية الكبرى بالمهرة التي
تعطش، وعندما تعطش احنا بنرويها من ايش؟ من دمائنا. اذا الصورة الفنية هون البيت خلص بكفي انك تعرف الصورة الفنية هي نفسها راح تكون شرح لمين؟ شرح للبيت. شبه الشاعر الثورة العربية الكبرى بالفرس التي تعطش، وإذا عطشت نرويها من دمانا. طبعا النافي دمنا هي ضمير متصل عائد علينا احنا ابناء مين؟ الوطن. نرويها الهاء في نرويها على الثورة العربية الكبرى اللي هي مهرة ايش؟ العرب الاحرار. يا ايها الشعر كن نخلا يظللها، وكن امانا وحبا في لياليها. الان هون في عندي طلب. البيت الرابع، رح نشوف شو الطلب. يطلب الشاعر من الشعر بأن يكون نخل. الآن النخلة هي رمز العطاء صح؟ يعني يطلب الشاعر من الشعر بأن يكون نخل زي النخلة اللي إلها ظل، إنه الشعر يكون ظل للوطن في إيش؟ في الليالي إيش؟ المظلمة. جسد الشاعر الشعر اللي هو رمز للأمان والحب في الليالي إيش؟ المظلمة. إذا هون الشاعر يطلب من الشعر بأن يكون مثل النخلة ويظلل أبناء الوطن ويظلل بلاده، وأن يكون رمز للأمان والحب في الليالي إيش؟ في الليالي المظلمة. يا أيها الشعر كن نخلا يظللها، طبعا الهاء ضمير متصل عن مين؟ على مين؟ عائد على البلاد، يظلل البلاد. وكن أمانا وحبا في لياليها، نفس الشيء الهاء ضمير متصل عائد على إيش؟ على بلادي. إذا رح نكتب عند البيت أربعة، يطلب الشاعر من الشعر بأن يكون نخلة تظلل البلاد، وجسد الشعر بأنه رمز الأمان والحب في الليالي المظلمة. إذا راح نحط هون النخلة، هون نخلا، النخل رمز لإيش؟ للعطاء.